أستاذ أحمد يتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زادكم الله من فيض علمه، فأنتم أهل العلم وخاصته. الله يبارك فيك، اتفضل يا أستاذ. الله في ميزان حسناتكم وأدخلكم به الجنة إن شاء الله رب. حضراتكم وفريق العمل. أنا وأنت والسادة المشاهدين. حضراتكم أحمد عروج من غرب شبرا الخيمة. اتفضل يا أستاذ أحمد. حضرتك، عندما اعتاد أهل قريتنا عندما يتوفى شخص نقوم بتشييع جنازته وندفن الجثمان ونعود إلى كل من يعود إلى منزله. طيب. ثم ينصب بعد ذلك أو يقام أو ينشأ بعد ذلك ما يسمى بالشادر أو الصوان أو مادة بيسموه عندنا. يأتون بكراسي من الفراشة و معروف معروف يا سيد أحمد. إيه بقى؟ فين السؤال؟ يستدعون بعض القراء. طيب فين السؤال؟ يقرؤون، حاضر حضرتك، يقرؤون إلى في مكبرات الصوت إلى الساعة الواحدة. فما موقف هذا من الشرع؟ هل طيب. يجوز هذا؟ ولا نعتبره، استغفر الله العلي العظيم كل ذنب العظيم، إزعاج للآخرين؟ طيب أنا أكلم حضرتك بكل وضوح. أولا الصوان أو السرادق اللي بيتم لازم يبقى عندنا مسألتين. المسألة الأولى أنت ما سألتش عنها يا أستاذ أحمد، وهي مسألة إقامة السرادق. دي إقامة السرادق في بعض الأحيان بتبقى ضرورة، لأن كم المعزين لبعض الناس لا تتحمله البيوت، فبنستقبل ده عشان تبقى البيوت مصانة ونسمح بده من غير تباهي ومن غير كثير من الأمور دي، فإذا تم خلاص. طيب السؤال بقى، الميكروفونات اللي بتوضع في هذه السرادقات، وبالمناسبة في بعض الأحيان بيبقى هناك مبالغة في أصوات هذه السرادقات. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، لا يجوز أن الناس تؤذي الناس. فلابد أن احنا نفهم أن احنا لو عملنا ده لا نؤذي جيراننا، لأن إيذاء الجيران دوت والعياذ بالله نوع من أنواع المعاصي. فعلينا أن احنا نتقي الله سبحانه وتعالى وتبقى الأمور في حد الاعتدال. زيادة عن كده يبقى دوت في إيذاء للناس، ولا يصح ولا يجوز أن احنا نؤذي الناس. والناس المعتدين في السرادقات عندهم نظام لطيف كده، يبقى السرادق بينتهي بعد العشاء مباشرة أو بعد العشاء بقليل عشان ما يؤذوش الناس اللي عايزين يناموا. فأنا أظن أن احنا علينا أن احنا ننصح الناس أنهم يراعوا جدا 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 الناس اللي حواليهم، ويراعوا الجيران، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه يورثه. نعم.